طيب سلايد ظاهرة. اه تمام يا دكتور. اوكي هنبدأ مع بعض. ويف ريفلكشن هو يعني ايه انعكاس؟ انعكاس بيبقى عندك انسيدنت ويف بتخبط في سيرتن اوبجكت مثلا، او بتخبط في حاجز او بارير، فبيحصل لها ايه؟ ريفلكشن. عندي نوعين من الريفلكشن حسب الايه البارير الايه الويف اللي هتخبط فيه. فريفلكشن اوف ا ويف ايبون ا فيكسد اند، يعني فيكسد باوندري او هارد باوندري، الباوندري ده ما بيتحركش، ثابت لا بيطلع ولا بينزل. زي اند عندك انسيد بلس، عندك ستريتشد سترينج فيكسد فروم وان سايد فري فروم ذا اذر، في عندك انسيد بلس من ليفت تو رايت، فهتيجي عند البارير دي وتخبط. واخدين بالك؟ بص على فيجر ايه، البلس بتقرب من البارير، فيجر بي قربت اهي، فيجر سي بعد كده ايه اللي حصل؟ حصل ايه في الفيجر دي؟ حصل انفيرجن. ايه السبب حصول الانفيرجن؟ ليه البلس اتعكست؟ اكشولي دلوقتي لما البلس بتقرب من البارير فهي عايزه تاثر عليها بفورس لايه؟ لاعلى، عايزه تزق الفيكسد بوينت دي الاعلى لفوق. طيب اكوردنج تو نيوتنز ثيرد لو، لكل اكشن تو افري اكشن هذا رياكشن، فزي ما البلس عايزه تاثر بفورس لفوق على البارير فالبارير هياثر بفورس لاسفل على البلس، فهو ده سبب الانفيرجن. فبسبب ان دي فيكسد بوينت وان البلس عايزه تقص عايزه تطلع الفيكسد بوينت لفوق، عايزه تزقها ليه لفوق، بس هي فيكسد ما بتتحركش، فبسبب رد الفعل ايه هتنزل، هيحصل لها انفيرجن. وبالتالي at a fixed point او at a fixed boundary the displacement of the point remains zero، النقطة دي the displacement بتاعتها بزيرو، والreflected wave it changes its polarity، يعني لو هي positive تبقى negative، او لو هي فوق تبقى تحت، لو هي تحت تبقى فوق، يعني في بينهم out of phase 180 degree. اما لو بتكلم على soft boundary او free end، يعني soft boundary قابل للحركة ممكن يطلع او ينزل، لافف الحبل بس على كولوم، وبالتالي الحبل ده مش هيتحرك في الليفت والرايت بس هيطلع فوق وتحت. فبصوا معايا لما الانسنت بلس بتقرب من الباوندري بالسوفت باوندري ايه اللي بيحصل؟ بسبب ان البلس بتاثر بفورس لفوق، نجيب القلم بس، اوكي ادي الفورس هي لفوق، فزقت الايه السوفت باوندري او زقت نهايه الخيط لاعلى. وبالتالي طبعا بعد ما البلس تختفي بسبب تأثير وزن الخيط، طبعا مش هتفضل واقفة لفوق فهتنزل لتحت بتحت تأثير ايه وزنها، وهي نازلة لتحت هترجع البلس بتجنريت من اول وجديد ناحية اللفت، فبالتالي مش هيحصل انفيرجن. يبقى القصة المهمة جدا اللي تبقى عارف او المعلومة لازم تبقى عارفها، لو بتكلم على فيكسد باوندري او هارد باوندري هيحصل انفيرجن بين الريفلكشن وبالانسيدنت، ولو بتكلم على سوفت باوندري او فري اند فمش هيحصل انفيرجن، الريفلكتد بالظبط فيري سيميلر تو الايه الانسيدنت. طيب برضو حاجه تانية، طب ده اللي فات كان ريفلكشن، عايزين نتكلم على ترانسميشن. لو انت عندك خيطين with different mass، خيط رفيع مثلا وخيط تخين وكونكتد مع بعض، والبلس جايه من اللايت سترينج للهيفي سترينج، لما تيجي عند الباوند طول ما هي ماشيه في الخيط مفيش مشكله، امتى يحصل ريفلكشن وريفراكشن؟ لما يبقى الباوندري او الميديا بيختلف. فعند الجنكشن او الوصله بالظبط بين الهيفي سترينج وبين اللايت سترينج هيحصل حاجتين، هيحصل ترانسميشن وهيحصل ريفلكشن. قاعده عامه عشان ما تتلخبطش، عشان دي بتجيبها كتير في الامتحانات، دايما الترانسميتد بلس بالظبط سيميلر للانسيدنت، يعني ممكن يحصل له انفيرجن او ما يحصلوش ولا ريفلكشن، يعني المشكله كلها في الريفلكشن، المشكله كلها في الريفلكشن، اما دايما الترانسميتد سيميلر للانسيدنت. طيب فنيجي بقى نشوف الريفلكشن دلوقتي، لو البلس جايه من لايت سترينج لهيفي سترينج فهي شايفه الهيفي سترينج كما لو كان فيكسد بوينت لانه تقيل، هي جايه من خيط رفيع لخيط تخين خلاص، فهي كما لو كان الجنكشن دي كما لو كانت فيكسد بوينت، وبالتالي يحصل انفيرجن بنفس الاسباب اللي احنا قلناها، لما البلس بتقرب من الجنكشن عايزه تاثر عليها بفورس لفوق بسبب انها تقيله او تخينه مش قادره تتحرك لفوق، فرد الفعل يبقى الفورس الاسفل فيعمل انفيرجن. اما
لما الباص تبقى جايه من هيفي سترينج لايت سترينج، لا دي عامله زي فري اند بالظبط، فيري سيميلر تو فري اند، وبالتالي الريفلكتد هتبقى سيميلر للانسيدنت. واضح الكلام ده؟ الكلام ده بيجيبه كتير قوي في الامتحانات. على سبيل المثال احد الحاجات اللي جت في الامتحانات حاجه ذاكره، لو عندك بلس جايه من لايت سترينج لهيفي سترينج واطلب منك طبعا هي ام سي كيو، فام رسم لك كذا رسمه، حد يقول لي ايه شكل الترانسميتد وايه شكل الريفلكتد؟ مش مرسي معايا؟ ايوه دكتور مع حضرتك. اي هي هتبقى زي اللي فوقيها، اللي فوقيها في نفس المثال ده. بمعنى لا عايز اقول لي رسمه الترانسميتد ورسمه الريفلكتد. الخيط الخفيف النقله فيها هتبقى لفوق يعني. بالظبط، يبقى الريفلكتد تبقى كده والترانسميتد دايما تاخد شكل الايه؟ الانسيدنت. الحاجات دي بتيجي كتير قوي في امتحانات، فعشان ما تتلخبطش دي طبعا ترانسميتد اهي ودي الريفلكتد. فعشان ما تتلخبطش دايما افتكر ان دايما ترانسميتد نفس شكل الانسيدنت. المشكله في الريفلكشن، يعني ابدا افكر في الريفلكشن اشوف لو هو جاي من لايت سترينج لهيف سترينج بيحصل انفرجن، من هيف سترينج لايت سترينج مش هيحصل انفرجن. طيب سؤال تاني برضو بنجيبه، هل ممكن اقول ان الامبليتيود بتاع الانسيدنت ايكوال الامبليتيود بتاع ترانسميتد بلس الامبليتيود بتاع الريفلكتد؟ هل A ترانس A incident equal A reflected plus A transmitted؟ هل ال relation دي right or wrong؟ وليه طبعا؟ ولو هي wrong ايه الصح؟ باشمهندسين باشمهندسين انا مع حضرتك يا دكتور، بس يعني ما مش عارف قوي يعني، مش عايز اقول حاجه غلط. هو مفيش غيرك؟ الباقي فين؟ انا مش طبعا مش قدامي بس الاسماء، كم واحد؟ في 2، باشمهندس محمد السيد وباشمهندس احمد عماد. طيب احمد عماد أحمد عماد محمد السيد معاك يا دكتور. أيوه إيه رأيك؟ هل الأمبليتيود بتاع الإنسنت إيكوال أمبليتيود بتاع الترانسميتد بلس الأمبليتيود بتاع الريفلكتد؟ مش عارف أوي، بس تقريبا هو سوي. لا الإجابة غلط، شكرا. الكلام في الريفلكشن لو بتكلم على الحاجة الوضعية دي، إيه ترانسميتد هي نفسها ايه ريفلكتد بالظبط، الامبليتيود بتاع ترانسميتد هي نفسها الامبليتيود بتاع ريفلكتد او عكسه لو حصل انفرجن. اما في حاله الترانسميشن جامده كلام غلط تماما. امال ايه الصح؟ الانرجي هي كونزرفت مش الامبليتيود، فالانرجي بتاعت الانسنت ايكوال الانرجي بتاعت الترانسميتد بلس الانرجي بتاعت الريفلكتد. والانرجي جايز احنا ما خدناش الريليشن، بس انا قلتها اورال، ان الانرجي بروبورشنال مع امبليتيود الايه؟ مع سكوير الامبليتيود. الانرجي بتتناسب مع مربع الامبليتيود، وبالتالي الكويشن الصح ان السكوير بتاع الانسنت امبليتيود ايكوال سم بتاع اي ار سكوير بلس اي تي سكوير. يبقى الحاجة اللي ممكن يطبع عليها conservation of energy هي الانرجي. في حالة الريفليكشن بس، طيب ما هو الانرجي بتاعت transmitted equal energy بتاعت reflected، عشان كده AI equal AR. أما في حالة يبقى في عندك reflection و transmission، يبقى الانرجي بتاعت الانسنت equal energy بتاعت transmitted plus الانرجي بتاعت reflected، therefore ان الA incident square equal AR square plus AT square. اوكي. هي مكتوبة كتابة اهي.
When a pulse is broken up into reflection, reflected, transmitted, the sum of energies of the two pulses must equal the energy of the original pulse. يبقى energy of that transmitted pulse plus energy of that reflected pulse equal energy of the incident pulse. طب نيجي بقى الأهم topic هناخده النهاردة إن شاء الله اللي هي the standing waves. ودي experiment عندنا. أخذنا traveling wave المرة اللي فاتت. حد فاكر كان إيه property بتاعتها؟ كان عشان أعرف إن دي traveling wave ولا لأ، إن لازم الأوميجا تي والكيكس موجودين في نفس الأرجومنت بينهم ماينس أو بلس، يعني ما يبقوش ملتبلاي، ما يبقاش ده فانكشن وده فانكشن تانية، لازم موجودين مع بعض بينهم ماينس أو بلس. لو الإشارة ماينس يبقى بتتحرك في اتجاه بوزيتيف إكس، لو الإشارة بلس يبقى بتتحرك في اتجاه نيجاتيف إكس. طب دلوقتي أنا بتكلم على ستاندينج ويفز. ستاندينج ويفز يعني أترست ما بتتحركش. طب تعالى نشوف يعني ويف ما بتتحركش، ودي أوريدي أنت بتشوفها في اللاب في إكسبيرمنت بتاعت ميلد. فتعالى نشوف إيه البروبرتيز بتاعت الستاندينج ويفز. لو انت عندك ترافلينج ويف، تعال نتكلم على الاكسبيرمنت فعلا بتاعتنا اللي هي بتاعت ميلد، اللي هي عباره عن ستريتش سترينج اخرها بولي، اوكي، وهنا بيبقى في بان. دي الاكسبيرمنت بتاعت ايه؟ بتاعت ميلد. فلو انت عندك انسيدنت بلس، اوكي، انسيدنت بلس اهي، خبطت في الايه؟ او ترافلنج ويف خبطت في البولي، هيحصل دي تعتبر فيكسد بوينت، لان البولي ما بتطلعش ولا بتنزل، دي مش فري اند، ده ايه؟ ده فيكسد بوينت. فلما يبقى عندك انستنت ويف بتخبط في فيكسد بوينت فيحصل ايه؟ انفيرجن. فالبلس دي هيحصل لها ايه؟ انفيرجن اهو. لو نعملها بلون تاني اهو، حصل انفيرجن. هو ده الشكل اللي انت بتشوفه في الايه؟ في اللاب. هي دي الستاندينج ويفز. فاحنا عايزين نعرف ايه البروبرتيز وايه شكل الايكويشن بتاعت الستاندينج ويفز. الستاندينج ويفز هي الصم بتاع تو ويفز، بتاعت الانسيدنت ويف اللي هي بالاحمر، وبتاعت الريفلكتد ويف اللي هي بالازرق. يبقى هجمع تو ترافلنج ويفز بروباجيتنج ان اوبوزيت دايركشنز. عندك الانسيدنت ويف اللي هي الحمراء فروم ليفت تو رايت، وعندك الايه؟ الريفلكتد ويف فروم رايت تو ليفت. يبقى say y1 a cosine omega t minus kx، دي اللي بتتحرك في اتجاه بوزيتيف اكس، والتانية a cosine omega t plus kx، دي اللي بتتحرك، دي الريفلكتد اللي بتتحرك في اتجاه نيجاتيف اكس. اضفنا الاشاره الماينس ليه؟ لان حصل انفيرجن. انا بتكلم على الاكسبيرمنت بتاعت اللاب، وبالتالي عشان البلس او الويف خبطت في ريجيد باوندري هيحصل انفيرجن. انفيرجن يعني ماينس. طيب تعالى نجمعهم مع بعض، يبقى y equal y دي الريزلتنت y1 plus y2. خد الـ a كون فاكتور كوزين ماينس كوزين من الرياضة اللي هي ماينس 2 ساين مجموعة على 2 ساين الديفرنس على 2، دي من الرياضة مش أي دعوة بيها. فتعال نطبقها، يبقى ماينس 2a هتبقى ساين المجموع أوميجا تي بلس أوميجا تي على 2 أوميجا تي، وماينس kx بلس kx بزيرو يعني ساين أوميجا تي، وبالتالي ساين الديفرنس يبقى أوميجا تي ماينس أوميجا تي ضاعت، ماينس kx ماينس kx يعني ماينس 2 kx على 2 يعني ماينس kx، والساين ده اللي قد الماينس هتطلع بره هتروح مع النيجاتيف دي. وبالتالي في الاخر النتيجه طلعت 2a ساين اوميجا تي ساين kx. طيب هي دي الريزلتنت ويف. سؤال، هل دي ترافلنج ويف؟ هل 2a ساين اوميجا تي ساين kx ريبريزنتس ترافلنج ويف؟ لا يا دكتور. لا ليه؟ عشان انا فصلت الاوميجا تي عن الكي اكس. احنا قلنا البروبرتي بتاعت الترافلنج ويف ان لازم الاثنين موجودين في نفس الارجومنت في نفس الزاويه، سواء كان ساين كوزين اكسبوننشال لين زي ما خدنا الاكزامبلز المره اللي فاتت او حتى بولينوميال. اما طول ما انت فصلت الاوميجا تي بقت في فانكشن والكي اكس بقت في فانكشن ثانيه، دي مش ترافلنج ويف. طب تعالوا نفهم الويف دي بشكلها ايه. كنت دايما لما كنت بشرح الكلام ده في الكليه كنت بخلي الطلبة ايه؟ انتوا عارفين في برنامج فوتو اديتور تقريبا بيرسم الايه؟ الكيرفات على الموبايل ابلكيشن يعني. فكنت بخلي احد الطلبة يرسم الايكويشن دي، كنت بحط اي فاليوز زي مثلا ايه؟ ب1 يعني 2
ساين واحط الاوميجا مثلا ب 5 تي ساين 10 اكس بس اي ارقام حط الكي والاوميجا والاي باي ارقام بس عندك تو فاريبلز التي والاي والاكس وكنت اقول له ارسم الفانكشن دي مثلا من صفر الاكس مثلا بتتغير من صفر ل 100 مثلا فور ديفرنت تايمز يبقى الاكس تبقى فاريبل من صفر الى 100 مره ارسمها عند تي كوال صفر مره ارسمها عند تي بكذا تي بكذا تي عند ايه يعني كما كان انت بتلقط الايه الصور دي عند ديفرنت تايمز الرسمه بتاعتك تبقى بالشكل ده لو حابين نرسمها مع بعض بس هتاخد وقت اللي عايز اقوله ايه انك انت هتلاحظ ان الامبليتيود كل شويه بيتغير سواء في الاول كان بيزيد مكان يقعد يقل 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 بس هتلاحظ ان اي نقطه ما بتتحركش لا يمين ولا شمال بدليل النقط دي اللي عندها الواي ايكوال زيرو مع التايم ما بتتغيرش مع التايم مهما التايم يتغير فالنقط دي ما اتحركتش لا يمين ولا شمال برضو الاماكن او البوزيشنز اللي عندها الامبليتيود ماكسيمم ما بتتغيرش معنى كده ان الويف دي ما بتتحركش ما. يعني انت قلنا بتتحرك ما بتتحركش في اتجاه الاكس ده اتجاه الاكس وهي بتتحرك في اتجاه مين في اتجاه الواي هي بتطلع وبتنزل بس هو ده اكشوالي لو انت قربت صباعك من الخيط تلاقي ايه بتفايبريت في الواي دايركشن اما في الاكس دايركشن ما بتتحركش عشان كده بيقولوا عليها ستان ويفز موجه موقوفه لان ما لهاش فيلوسيتي عشان يبقى فيها عشان يبقى ليها ويف سبيد فلازم بتبروباجيت في الايه في اتجاه في اتجاه انتشار الموجه لا هي ما بتتحركش في اتجاه الاكس واكبر دليل ان الاماكن اللي فيها الواي عندها بصفر ثابته والاماكن اللي عندها الواي ماكسيمم ما بتتغيرش فعشان كده هو ده السبب اللي بيسميها ستيشنري او ستاندنج ويفز طيب يبقى احنا عرفنا شكل الويف بتاعت الستاندنج ويفز تبقى الاوميجا دي فانكشن والكي اكس فانكشن ثانيه طبعا مش شرط تبقى ساين وساين ممكن تبقى كوزاين كوزاين ممكن تبقى ساين كوزاين ممكن تبقى كوزاين ساين اي حاجه هتقول تفرق في خلي بالك ان احنا هنا فرضنا الاثنين واي 1 واي 2 كوزاين كان ممكن واحد يفرض الاثنين ساين كان ممكن واحد يفرض واحده ساين واحده كوزاين كان ممكن يبقى في فاي يعني ليه اكتر من ريبريزنتيشن بس المهم عندي تبقى فاهم ايه شكل الستاندنج ويفز تبقى الاوميجا دي فانكشن والكي اكس فانكشن ثانيه انا هي من الستاندنج ويفز عايز اعرف اماكن طول ما بتكلم على البوزيشنز ما بتتحركش يبقى الاماكن ثابته مع التايم فانا عايزك تقول لي الاماكن دي اللي عندها الواي بيساوي صفر طول ما الزمن بيتغير فدايما النقط دي ثابته عند الواي بتاعتها بزيرو فدي بنسميها نودز او عقد والاماكن اللي عندها الواي ماكسيمم اللي هي بنسميها انتي نودز ممكن نجيبها من الرسم بس احنا عايزين نتعلم ازاي نجيبها ممكن اجيب لك ايكويشن واقول لك هات لي اماكن النودز او هات لي اماكن انتي نودز مش هقول لك مش مطلوب منك في الامتحان تقعد ترسمها عشان تحدد لي اماكن النودز واماكن الانتي نودز اما بكل بساطه لو انا اعتبرت ده هذا الواي اهو وده الاكس يبقى اول نود عند اكس يكوال زيرو تاني نود النقطه دي اللي هي مين اكس بتاعتها بكام اكس هنا بكام فين الدكتور تحديدا معلش ايه دي تاني نود دي اول نود تعالى نسميها 1 دي تاني نود اهي اكس بتاعتها بكام بلامدا نص لمبه لمبه اللي هو ايه الطول الموجي اهو ده الطول الموجي كل ده لمبه اهو او ديستانس بتوين تو بيكس تو سكسيسيف بيكس اللي هو ده من هنا لهنا دي لمبه او تو ايدنتيكال بوينتس فهي دي لمبه وبالتالي النقطه دي عندي لمبه على 2 بعديها لمبه بعديها 3 لمبه على 2 وهكذا 2 لمبه وهكذا يعني الديستانس بين تو نودز ايكوال لمبه على 2 نفس القصه من الناس ممكن اجيب اماكن الانتي نودز اول انتي نود عندي لمبه على 4 اللي بعديها 3 لمبه على 4 5 لمبه على 4 7 لمبه على 4 برضو الديستانس بين تو انتي نودز برضو بلمبه اوفر تو كل ده جبناه من الرسم لا انا مش عايزك تتعلم تجيبه من الرسم انا عايز اجيبه من خلال الايكويشن اللي زي ما قلت لك في الامتحان ممكن اجيب لك اي ايكويشن ساي ساين 10 تي كوساين 10 اكس مثلا وهات لي اماكن النوتس واماكن انتي نوتس
يبقى ممكن اخترع لك اي فانكشن اي كويشن الواي واطلب منك اماكن النودز او اماكن انتروز او اقول لك هات لي مكان النود رقم 3 كده يعني عشان تبع عشان تبقى عارف نوعيه الايه الاسئله. فلازم نعرف الطريقه اللي بنجيب بيها اماكن النودز واماكن الانتي نودز. طيب يبقى عشان تجيب اماكن بوزيشنز اخد الحاجه اللي فيها اكس. شوف انا كنت بتكلم كلام واضح، باخد الحاجه اللي فيها اكس واسويها بالزيرو. ليه؟ لان الواي ايكوال زيرو عند النودز فور ايفري تايم، يعني مهما التايم يتغير دايما واي ايكوال زيرو. فلو عندك حاجتين مضروبين في بعض بيساوي صفر، يا اما الاثنين بيساوي صفر او واحده فيهم بيساوي صفر. فانا بقول لك التايم بيتغير، انت عايز تقول لي ساين اوميجا تي دايما بيساوي صفر؟ لا طبعا التايم بيتغير، فدايما ساين اوميجا تي ما بيساوي صفر، او يعني مش في معظم الاحيان بيساوي صفر. اما لازم الحاجه اللي دايما مهما التايم يتغير بتساوي صفر هي ساين كي اكس. فانا بقول لك بكل بساطه خد الحاجه اللي فيها اكس، ما ممكن اقولها لك ساين 10 تي كوزاين 5 اكس، بس هي تاخد ايه كوزاين 5 اكس واسويها بالزيرو. فبتاخد الحاجه اللي فيها اكس عشان انت عايز تحدد اماكن. لو كنت طلبت منك تايمز الازمنه اللي عندها الواي بيساوي صفر، دي حاجه تانية خالص، دي حاجه ده سؤال تاني خالص. الازمنه اللي عندها واي بيساوي صفر طبعا الحاجه ساعتها هتاخد الساين، هتاخد الحاجه اللي فيها التايم وتسويها بالصفر وتجيب الاوقات اللي عندها الواي بيساوي صفر. فدي حاجه ودي حاجه تانية خالص. فبكل بساطه الكونديشن اوف النوتس هساوي الواي بكام؟ بزيرو، يعني هساوي ساين كي اكس ايكوال زيرو. امتى الكي اكس ايكوال صفر؟ امتى الساين اسف بيساوي صفر؟ الانجلز اللي بتخلي الساين بتساوي صفر، المعلومات دي لازم ايه تبقى عارفها. امتى الساين بتساوي صفر وامتى الكوزاين بتساوي صفر؟ دي لازم تبقى عارفها عشان تحل، عشان تعرف تحل النقطه دي. الساين بتساوي صفر لما تبقى الانجل اللي جواها بصفر او ب 180 او 2 باي او 3 باي، يعني ان باي. يبقى برضو معلومات اللي في غايه الاهميه اكتبها ولازم تبقى عارفها، ان ساين، عشان بكتب بالعافيه بالماوس بعتذر، ساين ثيتا ايكوال زيرو. فالانجل اللي هتخلي الساين بصفر هي ان باي، حيث ان ان ده بيبدا من زيرو، زيرو 1 2 3 4 انتجر. والكوزاين ثيتا بتساوي زيرو. الانجل اللي بتخلي الثيتا الكوزاين بتساوي صفر اللي هي باي اوفر 2، 3 باي اوفر 2، 5 باي اوفر 2، يعني اود نمبر من باي اوفر 2. الاود نمبر هتبقى 2n ماينس 1، 2n ماينس 1 في باي على 2، حيث ان برضه بيبدا من الزيرو، يبقى اسف يبقى 2n بلس 1، بعتذر عشان n يبدا بالصفر. لو n يبدا بالصفر يبقى 2n بلس 1، حط n بالصفر يبقى 2، حط n ب 1 3 بقى 2، حط n ب 2 5 وهكذا. فدي الانجلز اللي بتخلي الساين او الكوزاين بتساوي صفر. يبقى علشان اخلي ساين كي اكس يساوي صفر، يبقى كي اكس معنى كده بتساوي ام باي، والام بتستارت فروم زيرو. شيل الكي حط مكانها 2 باي على لامدا، اشطب الباي مع الباي، جبت اماكن النوتس ام في لامدا على 2، او ام هنا بيبدا من زيرو. يبقى اول نود عند كام؟ عند زيرو مش عند لامدا 2. تاني نود عند ام ايكوال 1، تالت نود عند ام ايكوال 2، رابع نود وهكذا. يبقى انا قلت لك حدد اماكن نودز، حط ام بصفر يبقى صفر، حط ام بواحد يبقى لامدا على 2، حط ام ب 2 يبقى لامدا، حط ام ب 3 يبقى 3 لامدا على 2. ليه انا بقول الكلام ده وبركز عليه؟ لان ممكن اقول لك في امتحان هات لي مكان النود رقم 4، فعادي ببدا من الصفر لغايه ما اوصل للنود رقم 4، يبقى كده حددت ايه النود رقم 4. واضح؟ طيب عايز اجيب اماكن الانتي نودز، امسح بس الكلام ده. عايز اجيب اماكن الانتي نودز، ايه الكونديشن بتاع الانتي نودز؟ ان الواي ماكسيمم فور افري تايم، يعني مهما التايم يتغير واي ماكسيمم. طيب واي ماكسيمم يعني برضو اخد الحاجه اللي فيها اكس، لكن انت بتدور على بوزيشنز مش ازمنه. باخد الحاجه اللي فيها اكس اكس واسويها بلس اور ماينس 1، ممكن يبقى الامبليتيود 2a او نيجاتيف 2a، فالمودلس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 1.
امتى الساين ايكوال 1 عند باي 2 او 3 باي 2 او 5 باي 2 يعني اود نمبر من باي على 2 يبقى يساوي كي اكس ايكوال اود نمبر. الاود نمبر يا اما بكتبه 2 ام بلس 1 او ام بلس هاف هي نفسها. بس ايه هتقولي لي نفسها ازاي؟ ما انا كنت هكتبها ايه 2 ام، انا كنت هعملها كده 2 ام بلس 1 في باي على 2 اود نمبر بين باي على 2. خد الاثنين كوم فاكتور، لما اخد الاثنين كوم فاكتور هيبقى هنا ايه ام بلس هاف طلعت 2 بره ودي باي 2. طبعا هتلاحظ الهاف هيروح مع الايه مع الاثنين، يعني ام بلس هاف في باي. فعايز تحفظها اود نمبر من باي على 2 او ام بلس هاف باي، المهم الاثنين واحد زي ما انت شفتوا. يعني كل اللي عملته خدت 2 كومن فاكتور طارت مع الهاف. طيب يبقى حط الايه الام بزيرو، يبقى اول انتي نود كل دايما ام ستارت فروم زيرو، ام ستارتس فروم زيرو. بحط الام طبعا لسه كي 2 باي لامدا اشطب الباي مع الباي، فده اماكن الانتي نودز. حط ام بزيرو يبقى اول انتي نود لامدا على 4، حط ام ب1 يبقى 3 لامدا على 4، حط ام ب2 5 وهكذا. فتقدر تجيب مثلا لو طلبت منك المكان الانتي نود رقم 10 رقم 8. طب وانا لو قلت لك رقم 15 روح اعمل كلهم كده 15، لا ما انا هشغل دماغي. اذا بقول لك اول انتي نود عند ام ايكوال 0 يبقى رقم 5 عند ام ايكوال كام؟ 4 عند ام ايكوال 4 بالظبط. يبقى ايه رقم 15 عند ام ايكوال 14. فايه يعني لازم اشغل دماغي، مش انا اقعد احسبهم كده لغايه ما اوصل ل 15 مثلا. فايه بشغل دماغي، اول واحده عند ام ايكوال 0، ثاني واحده عند ام ايكوال، يعني بنقص واحد بس وهكذا. لان السبب ان احنا بادئين من ايه من 0 مش من 1. طيب فور ميوزيكال انسترومنتس، انتوا عارفين الالات الموسيقيه زي الفايولين العود الكمانجا الحاجات دي بتبقى عباره عن وتر فيكسد فروم بوث سايدز، خيط متثبت من ناحيتين. مش عارف انتوا حد ليكوا في الميوزك ولا لا. طب هو الملحن بيقدر يغير الوتر ده، بيبقى ليه فاندمنتال فريكوانسي، الكلام ده عارفينه الناس اللي بتعزف ومعروف يعني الارقام دي معروفه. طب الملحن ازاي يقدر بنفس الوتر يقدر يغير صوت النغمه؟ نغمه يعني تون يعني فريكوانسي، انك انت بتغير النغمه يعني انت بتغير الفريكوانسي. ازاي اقدر اغير الفريكوانسي من الوتر بتاع الكمانجا او العود او الفايولين؟ ده اللي احنا عايزين نشوفه دلوقتي. او بطريقه اخرى او بكلام اخر، ايه النغمات اللي ممكن اطلعها من خيط متثبت من طرفين طوله مثلا 50 سنتي؟ ايه التونز اللي انا ممكن اسمعها؟ يبقى في سيرتن تونز هي اللي ممكن تطلعها والباقي استحاله تطلعه. اوكي يبقى لو عندك وتر او خيط متثبت من طرفين اللي هو زي اللي متثبت في العود والكلام ده، مش اي فريكوانسي ممكن انت تسمعه منه، لا يبقى في اقل فريكوانسي ده اللي بيسميه الفاندمنتال. بعد كده هنشوف ايه الفريكوانسي اللي احنا ممكن نسمعها من خلال وتر متثبت من طرفين. طيب ده الوتر متثبت من طرفين، اول حاجه ممكن تحصل طبعا الطرفين دول فيكسد وبالتالي شوت بي بنوتس. يبقى اول احتماليه يبقى عندك 1 انتي نود في النص كده، واحده انتي نود. يبقى لازم اول حاجه دي نود ودي نود لان هي فيكسد فروم بوث سايد. يبقى اول احتماليه يبقى في عندك انتي نود واحد، وده اكبر ويف لينث اللي هو كورسبوند الى مينيمم فريكوانسي. فلو الخيط ده طوله ال معنى كده ال بيساوي كام؟ لامدا على 2، لان المسافه هنا لامدا على 2. يبقى ال ايكوال لامدا 1 على 2 او لامدا 1 اللي هو اطول طول موجي لونجست ويف لينث اللي ممكن يطلع من الخيط ده هو دبل ال، يعني استحاله تطلع 4 ال، اطول حاجه دبل ال. يعني لو ال مثلا ب 5 سم يبقى اطول طول موجي 10 سم. اوكي اللي هو كورسبوندنج ل طب هو نخلص ده بنسميه الفيرست هارمونيك. يبقى لما يكون انتي نود واحد ده بنسميه الفيرست هارمونيك. طب في احتماليه ثانيه، ممكن يبقى في عندك نود في النص وانتي نود هنا وانتي نود هنا، لو وارد دول يطلع برضه، فده بنسميه سكند هارمونيك. يبقى الاولاني فيرست هارمونيك ده بنسميه فاندمنتال. كلمه فاندمنتال اللي هي مينيمم فريكوانس او لونجست ويف لينث.
طب السكند هارمونيك يبقى طول الخيط هنا وطول الخيط ثابت وطول الخيط طول الخيط اتغير طول الخيط ثابت ال بس ال في الحاله دي بيساوي لامدا من نود لنود لامدا 2 ومن نود لنود لامدا 2 يبقى ال ايكوال لامدا 2 لامدا 2 يساوي 2 ال على 2 او ان لامدا 2 يساوي لام ال يبقى ممكن اسمع 2 ال ممكن يبقى طول موجي يبقى 2 ال او ال ما ينفعش واحد ونص ال ما ينفعش. طيب الثيرد هارمونكس يبقى عندك ايه انتي نود انتي نود وانتي نود يبقى ايه يبقى لامدا ال ايكوال 3 ال على 3 يبقى اول واحده كانت 2 ال على 1 2 ال على 2 2 ال على 3 حيث ال 1 و 2 و 3 عدد الانتي نودز اول واحده كان عندي انتي نود واحده هنا عندي 2 انتي نودز هنا عندي 3 انتي نودز وهكذا يبقى ان جنرال يبقى لو عندك ان انتي نودز اللائحه بنسميها ان هارمونكس يبقى الهارمونكس له عدد الانتي نودز يبقى لامدا ايكوال لامدا ان ايكوال 2 ال اوفر ان دي الويف لينثز اللي ممكن تطلع من وتر طوله ال متثبت من طرفين. طب انا مش انترستد بالويف لينث انا انترستد بالفريكوانسي فالفريكوانسي ايكوال في على لامدا بما ان الفي ايكوال لامدا في اف يبقى في يبقى الفريكوانسي ايكوال في اوفر لامدا والفي ده سترينج احنا عارفينها اللي هي الروت تي على مي ودي الحاجه الوحيده اللي طلعناها من شابتر 8 ان الفيلوسيتي اوف ويف ان ستريتشن سترينج ايكوال روت تي على ميو بتعتمد على الميديوم ما بتعتمدش لا على الويف لينث ولا على فريكوانسي. يبقى من هنا الاف الهارمونيك فريكوانسي ممكن اسمعها من خيط ايكوال ان على 2 ال روت تي على ميو حط ان ب 1 ده الفاندمنتال ده المينيمم فريكوانسي اللي هو 1 على 2 ال روت على ميو حط ان ب 2 ده السكند هارمونيك ان ب 3 الثيرد هارمونيكس. طب الان هارمونيك مش ممكن اقول انها ان اف 1 ما هو ده اف 1 ده هو ده اف 1 اللي هو الفاندمنتال يبقى ممكن اقول ان اف ان ايكوال ان اف 1 بمعنى لو الفاندمنتال فريكوانسي مثلا ب 5 هرتز يبقى ايه الفريكوانسي اللي ممكن اسمعها من الخيط ده يا 5 يا 10 يا 15 يا 20 يا 25 ما ينفعش اسمع 17 هرتز ما ينفعش اسمع 23 هرتز يبقى ايه دي الفريكوانسيز اللي انت ممكن تسمح او التونز او النغمات اللي انت ممكن تسمعها من خيط بتثبت من طرفين. فهمت يا شمسين؟ واضح انت؟ اوكي الويفز بيتنج دي اللي انا قلت هعدي عليها مرور الكرام لان هي بالظبط تيبيكال هي عباره عن تو ويفز سلايتلي ديفرنت ان فريكوانسيز وبرضه سلايتلي ديفرنت ان كي فنفس الرسم نفس كل حاجه مش كده هعديها سريعا دي السلو ويف ودي الرسمه بتاعتها نفس بالظبط تيبيكال وهيطلع في الاخر البيت فريكوانسي اللي هي اف 1 ناقص اف 2 فهي ايه نفس الكلام اللي اتقال قبل كده فمش هضيع في وقت انا سايبه لكم في السلايدز اللي عايز يقراه بس هو نفس مفيش اي تغيير خالص. نبدا بقى في حاجات اوريدي اخدناها قبل كده لو انتوا طالب الثانويه العامه ما اعرفش طالبه الاي جي والامريكان اخبارهم ايه بس الكلام ده معلومات انا محتاجها من كورسات قديمه سواء اخدتها قبل كده ما خدتهاش او انت بتتعرف عليها دلوقتي. السبيد اوف لايت ان اي ماتيريال از ليس ذان اتس سبيد ان فاكيوم امر طبيعي ان اعلى سرعه للويف هي في الفاكيوم. اول ما بيخش ميديوم يعني الميديوم بيختلف فالسرعه تختلف تقل ولا تزيد تقل لان الفي ماكسيموم هي بتاعه الويف في الهواء اللي هي بنسميها سي اللي هي السبيد اوف لايت ولا تعتمد لا على الفريكوانسي ولا على الويف لينث بمعنى يعني لو بتكلم على لايت خلاص يبقى سرعه اللون الاحمر اكبر ولا سرعه اللون الازرق الاثنين نفس السبيد. تقول ازاي اثنين نفس السبيد والفريكوانسي مختلف والويف لينث مختلف بس انت لو ضربت الفريكوانسي بالويف لينث يطلع لك رقم ثابت اللي هو 3 تايمز 10 تو ذا باور 8 وبالتالي السبيد اوف لايت او السبيد عموما بتاعه الويف لا تعتمد الا على الميديوم. لو الميديوم اختلف السبيد تختلف طول ما انت الويف ماشيه في نفس الميديوم حتى لو الفريكوانسي اتغير لو الفريكوانسي قل الويف لينث يزيد يطلع البرودكت تحت مقدار ثابت. اوكي طيب فبنعرف حاجه اسمها الاندكس اوف ريفراكشن او معامل الانكسار. معامل الانكسار اللي هو السبيد اوف لايت ان فاكيوم على السبيد اوف لايت ان ا ميديوم سرعه الضوء
في الفراغ على سرعة الضوء في الميديم في الوسط، يعني سي على في. دايما سرعة الضوء في الفراغ بنسميها سي، وسرعة الضوء في اي ميديم بنسميها في، ودايما سي اكبر من في. therefore ان n should be bigger than 1. امتى equal 1؟ في حالة الهواء ان air 1، ام otherwise ان بتاع البيبر، ان سوري بتاع المية 4 over 3، ان بتاع الجلاس 1.5. فدول الارقام دي بتحفظ؟ لا، بس انا حفظتها من كنت حل مسائل بس، اما فيش حاجة بتحفظ يعني. لازم تبقى كمعلومة تبقى عارفها ان n should be bigger than 1، لانه عبارة عن الراتيو بين سي على في. فزي ما انت شايف في الرسمة اهو، لو عندك ويف بتتحرك من فوق لتحت، كانت ماشية في الاولان في الميديم الاولاني اللي هو البراون ده ولا مش عارف ايه، اوكي ده كان الويف لينث اهو. فلما دخلت ميديم تاني الايه الويف لينث اتغير والفريكوانسي اتغير، اما الايه سوري اسف بعتذر، الويف لينث اتغير والسرعه اتغيرت. السرعه اتغيرت، ليه السرعه اتغيرت؟ عشان الميديم اتغير، اما الفريكوانسي ما اتغيرش. برضو كل ده اتاخد في اولى ثانوي وثانيه ثانوي، عيده تاني ركز معايا. لو انت عندك ويف دخلت في ميديم تاني، مين هيتغير؟ الويف لينث هيتغير والسرعه هتتغير، ولكن الفريكوانسي doesn't change. الفريكوانسي بيعتمد على السورس، فهنا الفريكوانسي واحد في الاثنين. يعني لو سمعت هنا F هنا برضو F، يبقى نعيد تاني. لو بتكلم على نفس الميديم فالفريكوانسي اتغير والويف لينث اتغير، اما السرعه ثابته طول ما هو ماشي في نفس الميديم. لو الميديم اختلف السرعه تتغير طبعا عشان الميديم اختلف، الويف لينث يتغير، اما الفريكوانسي doesn't change. اوكي طيب، فاحنا الريشيو دي يعني لامدا 1 اوفر لامدا 2 هي نفس الريشيو في 1 على في 2، لان في 1 على في 2 لامدا في اف والاف مش هتغير، يبقى في 1 على في 2 هي نفس الريشيو لامدا 1 على لامدا 2. ممكن اشيل في احط سي على ان، يبقى في 1 اشيل احط مكانها سي على ان 1، واشيل في 2 احط مكانها سي على ان 2، يعني هي النسبه العكسيه. ودي برضو كانت طلبه ثانويه عامه او طلبه اولى عارفينها، يبقى لامدا 1 على لامدا 2 هي نفس الريشيو في 1 على في 2، يعني لو السرعه قلت للنص الويف لينث يقل للنص، لو السرعه قلت للتلت الويف لينث يقل للتلت، ماشيين مع بعض يفولو اب. السرعه زادت الويف لينث يزيد، السرعه قلت الويف لينث يقل، ماشيين مع بعض بنفس الريشيو. اما بالنسبه للريفراكتيف اندكس النسبه العكسيه، لان في بيتناسب مع الان والفي عكس بعض، الان فوق والفي تحت، وبالتالي لو عندك ال1 فوق في الفي يبقى ال1 تحت مع الان، يبقى في1 على في2 هي ان2 على ان1. طيب تعالوا نفكركم بسنيلز لو اللي هو اتاخد برضو قبل كده. ايه سنيلز لو؟ لو انت عندك وسطين، وسط هواء مثلا ووسط جلاس فور اكزامبل، في عندك انسيدنت راي من الهواء للازاز مثلا، فده لما بيخبط في الباوندري ده اسمه الباوندري، السطح الفاصل بين وسطين، فده بنسميه الباوندري. يبقى السطح الفاصل بين وسطين ده بنسميه باوندري. ف بيحصل حاجتين زي بالظبط لما كانت عندك بلس جايه مثلا من لايت سترينج لهيفي سترينج، فعند الباوندري بيحصل ترانسميشن وريفلكشن. سيم ستوري، لو عندك انسنت راي ساقط من ميديوم الى انذر ميديوم، عند الباوندري بيحصل ريفلكشن وبيحصل ريفراكشن. عايزين نعرف ايه قوانين الريفلكشن وايه قوانين الريفراكشن. قوانين الريفلكشن سهله جدا. سؤال، مين اكبر في السرعه، سرعه الانسنت راي ولا سرعه الريفلكتد راي؟ يعرف يفضل. مش فاهمني انت سايبني اكلم نفسي ولا ايه؟ لا معاك. طيب مين الاسرع، انسنت راي ولا ريفلكتد راي؟ هما تقريبا نفس السرعه طبيعي، الاثنين موجودين في نفس الميديوم. احنا قلنا تاني وبعيد واكرر، طول ما الميديوم ما تغيرش فالسرعه ما تغيرش.
الانسيدنت راي في الميديوم اللي معامل الانكسار بتاعه ان 1 والريفلكتد راي في الميديوم اللي معامل الانكسار بتاعه ان 1 برضه فالاثنين ليهم نفس السرعه وامر طبيعي يبقى نفس الفريكوانسي ايه اللي غير الفريكوانسي وبالتالي لو السرعه ايكوال والفريكوانسي ايكوال وبالتالي الويف لينث ايكوال يعني هما ايدنتيكال ذيرفور ان ثيتا 1 ايكوال ثيتا 1 داش او بنقول ان زاويه الريفلكشن قد زاويه الايه الانسيدنت دايما الريفلكتد انجل ايكوال ايه الانسيدنت انجل اما لما الريفراكتد راي او ترانسميتد راي ده دخل في ميديوم تاني فالسرعه اختلفت فالويف لينث اختلف اما الفريكوانسي ما اتغيرش يبقى ايه السرعه اختلفت بسبب اختلاف الان والويف لينث قلنا بيفولو اب الايه يعني لو السرعه قلت للنص يبقى الويف لينث برضه هيقل للنص بنفس الراشيو فالثيتا هتتغير هتتغير ازاي اكوردنج تو سنيلز لو اللي هو بيقول بكل بساطه سنيلز لو ليه ان 1 في ساين زاويه السقوط الانسيدنت انجل ايكوال ان 2 في ساين زاويه الايه ترانسميتد او ريفراكتد يبقى ان 1 ساين ثيتا 1 ايكوال ان 2 ساين ثيتا 2 حيث ثيتا 1 اللي هي الانجل اوف انسيدنس وثيتا 2 الانجل اوف ريفراكشن طيب فده تعالوا نفتكر حاجه قلناها قبل كده ونطبقها هنا ايه الحاجه اللي قلناها قبل كده قلنا لو في عندك انسيدنت راي او انسيدنت بلس من لايت سترينج ليف سترينج اللي بيحصل ريفلكتد الترانسميتد ذا سيم اه الترانسميتد ما بيحصلش حاجه الريفلكتد بيحصل لها انفرجن بنفس الانالوجي بنفس السيميلاريتي لو عندك لايت ساقط من لو دنسر لهاي دنسر بدل من لو لايت سترينج ليف سترينج من لو دنسر يعني لو دنسر يعني ان صغيره يعني هاي دنسر يعني ان كبيره يعني من ان صغيره لان كبيره الترانسميتد ما فيهوش مشكله يعني لو ده الانجل بتاعته مثلا زيرو هيبقى الترانسميتد برضو ايه زيرو الريفلكتد هياخد باي هيتقلب هيحصل له انفرجن يبقى في فيز ديفرنس بين الريفلكتد والانسيدنت باي حصل انفرجن بالظبط زي فكره الانسيدنت بلس اللي جايه من لايت سترينج لايت سترينج يعني لو دنسر هاي سترينج يعني هاي دنسر يبقى الريفلكتد والانسيدنت بينهم اوت اوف فيز ايه 180 درجه اما من هيفي سترينج لايت سترينج بلس جايه من هيفي سترينج خد تخين لايه لايت سترينج قلنا ما بيحصلش ايه انفرجن اهو ما حصلش انفرجن نفس القصه لو عندك انسيدنت راي اهو ساقط من ان 1 لان من ازاز لهواء طبعا ان 1 اكبر من ان 2 طبعا هيحصل ترانسميشن اهو وهيحصل ريفلكشن احنا قلنا لو ده الانجل بتاعته زيرو فالترانسميتد دايما فولو اب الايه الانسيدنت دايما واخد نفس انجل الايه الانسيدنت فدي عشان كده ما نجيبش سيرته انا مشكلتي في الريفلكشن الريفلكتد بقى ده جاي من هاي دنسر للو دنسر او من لايت من هيفي سترينج للايت سترينج فمش هيحصل انفرجن يعني ياخد نفس الانجل زيرو فهمت واحد يقول لي اشمعنى زيرو يا عم خد خليها 20 خليها اي حاجه زود بس باي يعني لو دي 20 يبقى دي 200 المهم الفيز ديفرنس انا بركز على الفيز ديفرنس اللي هي فاي 2 ناقص فاي 1 تطلع بباي او فاي ريفلكتد ماينس فاي انسيدنت في الحاله دي هنا باي وفي الحاله دي هنا زيرو فهمت شلون سين واضح تمام يا دكتور اوكي طيب بنعرف حاجه اسمها الاوبتيكال باث او المسار الضوئي في عندك حاجه اسمها جيومتريكال باث المسار الهندسي المسار الحقيقي اللي مش اللايت والاوبتيكال باث المسار الضوئي ايه مسار حقيقي ومسار ضوئي كام الكبير ده ما انت ممكن يبقى عندك تو ويفز ماشيين واحد ماشي في ازاز سمكه مثلا 50 سنتي وواحد مشي في ميه برضو اناء في ميه برضو كان سمك الاناء 50 سنتي الاثنين لهم نفس الجيومتريكال باث ده مشي 50 سنتي وده مشي 50 سنتي ولكن معامل انكسار الازاز مختلف عن معامل انكسار الميه فهو ده الاوبتيكال باث المسار الضوئي المسار الضوئي علاقته بالمسار الهندسي هنا بدا اشرح لك الفكره اهو انت عندك ميديوم طوله L وعامل الانكسار بتاعه N the time T required
for a ray of light to travel a distance L in a film of refractive index N is الزمن اللي قطعه الويف عشان تمشي مسافة L في ميديم معامل انكساره N فزمن مسافة على سرعة L على V. طيب في نفس الزمن ده لو مثلا التايم ده طلب 10 ثواني اوكي يبقى هو محتاج 10 ثواني عشان يمشي في الايه في يقطع المسافة L في الإزاز لو افترضنا ده إزاز لو الضوء ده مشي في الهواء في 10 ثواني هيمشي مسافة أطول ولا أقصر بسرعة اللي يعرف يقول تاني اللي فاهمني عندك رد بالإزاز طوله 50 سنتي خلاص مشي فيه لايت اللايت قطع المسافة دي 50 سنتي في الإزاز مثلا في 10 ثواني لو كان اللايت مشي في الهواء بدل ما يمشي في الإزاز مشي في الهواء خلال 10 ثواني في نفس التايم هيقطع مسافة أكتر من 50 سنتي ولا أقل من 50 سنتي ولا إيكوال 50 سنتي أكبر ليه أكبر؟ لأن السرعة في الهواء أعلى بس كده لأن السرعة أعلى بس يبقى during the same time في نفس الزمن ان الري ده will travel a distance تانية خالص في الهواء اللي هي كام المسافة السرعة في الزمن السرعة اللي هي سي والزمن نفس التي اشيل تي حط مكانها ال على في سي على في اللي هي ان من الاخر المسافة اللي مفروض كان يمشيها في الهواء هي دي اللي بنسميها الاوبتيكال باث والمسافة الحقيقية اللي مشيها في الميديوم دي اللي بنسميها الجيومتريكال باث عشان نحول من جيومتريكال باث لاوبتيكال باث بضرب في ان او بالبلدي امتى الجيومتريكال باث هو نفس الاوبتيكال باث لما يكون لايت يمشي فين في الهواء طول ما ماشي في الهواء فالمسار الهندسي هو المسار هو المسار الضوئي اما لو مشي في ازاز مشي في ميه مشي مش عارف في ايه في كونكريت في اي حاجه another medium فدايما الاوبتيكال باث bigger than الجيومتريكال باث لان دايما ان bigger than 1 ده الفرق بين المسار الضوئي والمسار الهندسي طيب ايه العلاقه الباث ديفرنس وفيز ديفرنس كنا خدناها المره اللي فاتت باث ديفرنس يعني فرق المسار حاجه بالمتر دلتا اكس دلتا ار فيز ديفرنس يعني فرق الفيز بالراديان ازاي احول من باث ديفرنس لفيز ديفرنس خدناها خدنا عليها حتى اكزامبل المره اللي فاتت ان لما لامدا ده باث متر كورسبوندنج تو باي يبقى كابيتال دلتا ده الباث ديفرنس corresponding to small delta the phase difference cross multiplication تطلع ان دلتا equal to باي على لامدا كابيتال دلتا او بنقول ان الفيز difference equal k times the path difference الفيز عايز اسميها دلتا انا بحب صراحه اسميها دلتا فاي بصراحه يعني هي اكتر شمولا يبقى الفيز difference equal k والباث difference بحب اسميها دلتا ار يعني كده واقعيه شويه يعني نوعا ما واقعية مش هنتوقف على الرموز فدلتا فاي معروف ان فاي دي انجل ومعروف ان ار دلتا ار او دلتا اكس اي حاجة بتعبر عن مسافة يعني فالفيز ديفرنس ايكوال الكي تايمز الباث ديفرنس دي العلاقة بين فرق المسار وفرق الطول او الفيز ديفرنس اوكي فانا بتكلم على محور اكس فالمسافه بين النقطه دي والنقطه دي هو ده الباث ديفرنس مسافه بين نقطتين ايدنتيكال لو ده كان محور فاي يبقى المسافه دي بتعبر عن ايه سمول دلتا الفيز ديفرنس بحسب الاكسس بتاعك انت بتتكلم على حاجه بالمتر يبقى باث ديفرنس حاجه بالراديان تبقى فيز ديفرنس principle of interference تعنط ايه مبدأ التداخل وايه الفرق بالتداخل بالسور بوزيشن اكشوال هما اتنين حاجة واحدة تقريبا هناك دي طريقة رياضية دي حاجة فينومينا فيزيائية يعني فروقات ايه ملهاش اي علاقة بشغلنا فسوبر بوزيشن هي طريقة رياضية بجمع two waves او two vibrations مع بعض جمع جبري فinterference تداخل انت عندك two waves اتقابلوا عند certain point بقوا ويف واحدة بحيث ان انا ما اقدرش افرق بينهم لو انت قدرت تفرق بينهم فكده ما حصلش تداخل كلمة تداخل يعني عندك تو ويفز اتقابلوا عند نقطة بقوا ويف واحدة بحيث انك ما اقدرش افصل واي 1 عن واي 2
لو انت قدرت تفصل واي 1 عن واي 2 فده مش تداخل. تداخل يعني بقى سنجل ويف، حصل سوبر بوزيشن او حصل انترفيرنس. ايه شروط التداخل اهو؟ لو عندك تو ويفز تداخلوا مع بعض فبقى ويف واحده اهي. على فكره الريزلتنت هي نفس الفريكوانس. طبعا اتفقنا من اهم شروط التداخل او انترفيرنس او السوبر بوزيشن ان التو ويفز ليهم نفس الفريكوانسي، فما ينفعش اعمل انترفيرنس لون احمر مع لون اصفر. ما انت برضه ما انت هتعرف تفرق الاحمر عن الاصفر، وبالتالي ما حصلش بينهم تداخل. لا ده انا بعمل انترفيرنس بين احمر مع احمر، اصفر مع اصفر، لازم التو ويفز هاف ذا سيم فريكوانس او سلايتلي ديفرنت. في حاله سلايتلي ديفرنت اللي هو بيحصل البيتس، ظاهره الايه البيتس اللي احنا شفناها. طيب الانترفيرنس ممكن يدي ماكسيمم امبليتيود، ممكن يدي مينيمم امبليتيود، ممكن يدي ان بتوين. يعني التو اكستريم كيسز ماكسيمم امبليتيود، فدي اللي بنسميها الكونستراكتيف انترفيرنس، تداخل بناء، ان كل ويف فورس ايتش اذر اللي بعدها، قوه اللي بعدها. ولو بتكلم على مينيمم امبليتيود فده اللي بنسميه ديستركتيف انترفيرنس، بيدي اقل امبليتيود للريزلت. ولو الاثنين بيساوي بعض يدي زيرو، فبنسميها دارك بوينت او ديستركتيف انترفيرنس. انا دلوقتي بدور على ايه شرط الكونديشن عشان يحصل كونستراكتيف، وايه الكونديشن عشان يحصل ديستركتيف. اوكي يبقى الكونستراكتيف انترفيرنس تو ويفز اهم بالشكل ده. طبعا الشرط عشان يحصل كونستراكتيف لازم يكون ايدنتيكال، يعني كل نقطه بتقابل اختها بالظبط. فلو الاثنين بادئين من نفس البوينت، يعني دلتا فاي بينهم بزيرو او دلتا ار بزيرو، باث ديفرنس بزيرو او فيس ديفرنس بزيرو، فنقول عليهم ايدنتيكال. او ان واحده بدات الثانيه قبل الثانيه بلامدا، او بدات قبلها بتو لامدا، يعني في الاخر لما يجي يتقابلوا هتلاقي ان الزيرو اتقابل مع الزيرو، البيك اتقابل مع البيك، المينيمم او ترف اتقابل مع ترف. ما هو امتى يحصل التداخل؟ اول هنا لما الاثنين يتقابلوا. فهنا الويف الاولانيه بدات من النقطه دي، الويف الثانيه بدات قبلها بس قبلت قبلها بلامدا، بحيث لما التو ويفز يتقابلوا بقى الزيرو قصاد الزيرو، البيك قصاد البيك، الترف قصاد الترف، فده كونستراكتيف انترفيرنس. يبقى عشان يحصل كونستراكتيف انترفيرنس الشرط يا اما اقول الباث ديفرنس ام في لامدا، عايز ام يكون 0 1 2 3 4، او الفيز ديفرنس ام تايمز 2 باي، يعني واحده قبل التايم سايكل كومبليت سايكل 2 باي، او 2 كومبليت سايكلز 4 باي، وهكذا. اما الديستركتيف انترفيرنس واحده بدات قبل الثانيه بهاف سايكل، اقل حاجه هاف سايكل، او 1 ونص او 2 ونص او 3 ونص. فلما يبقى مينيمم هاف سايكل لما يجي يتقابلوا مع بعض، اي مثلا الويف الثانيه بدات قبل الاولانيه بهاف سايكل، كان ممكن تبدا بايه بواحد ونص سايكل اهو مش فارقه، بس لما جيت قبله الصفر مع الصفر، البيك مع المينيمم، المينيمم مع البيك، وبالتالي لو هما قد بعض في الامبليتيود يبقى ايه، يبقى الريزلتنت زيرو، ولو واحد اكبر من الثاني يبقى الريزلتنت الديفرنس. فهو ده الديستركتيف انترفيرنس. يبقى شرط الديستركتيف انترفيرنس ان ايه الباث ديفرنس يبقى اود نمبر ام بلس هاف لامدا، او لو انت عايز تحفظها 2 ام بلس 1 في لامدا على 2، عدد فردي من لامدا على 2، 1 3 5، او ام بلس هاف في لامدا، بدل ام تبقى تكتب ام بلس هاف. ونفس القصه في 2 باي، بدل ام تشيل وحط مكانها ام بلس هاف، ودايما الام بيستارت من 0. برضو في طلبه بتفتكر ان ما بيحصلش غير الاثنين دول، لا دول التو اكستريم كيسز اللي بتدي ماكسيمم امبليتيود والمينيمم امبليتيود، بس ان بتوين في انترفيرنس اللي هو بيدي امبليتيود اقل من الماكسيمم واكتر من المينيمم. اوكي شروط الانترفيرنس زي ما اتفقنا، لازم التو سورسز يبقوا كوهيرنت، يعني كوهيرنت يعني الفاي بتاعتهم كونستنت. اذا كان شرط الانترفيرنس بيعتمد على الدلتا فاي، فاي 1 وفاي 2، عليها بزيرو عليها بتو، فلازم الفاي دي يبقى رقم ما يبقاش يتغير مع الزمن. فلو هو بيتغير الفاي فاريبل مع التايم فده بيقول عليه incoherent source، فده اساسا ما بيعملش انترفيرنس. الشرط يبقى لازم coherent. الشرط التاني طبعا والاهم طبعا يبقوا مونوكروماتيك، يعني سنجل ويف لينث او سنجل فريكوانسي. طيب في تجربه هل ممكن اعمل انترفيرنس بضوء واحد بس؟ يعني قد يتخيل واحد ان انا عشان يبقى عندي
اعمل انترفيس على الاقل تو سورسز، ممكن اكتر بس على الاقل تو سورسز. لا ده في واحد اسمه لويد عمل اكسبيرمنت قدر يعمل انترفيس بسورس واحد بس. ازاي كده؟ عمل ازاي؟ جاب السورس اهو وجاب مرايه، عارفين فلات ميرور، فدي الايمج اس داش، ده الايمج بتاع الايه بتاع السورس. وانتوا عارفين خواص الفلات ميرور تقريبا انتوا خدتوها قبل كده، ان البعد بين الاوبجكت والمرايه ونفس البعد بين المرايه والايه والايمج، لو السورس طلع لفوق ده ينزل لتحت نفس المسافه. فده يعتبر ريل اوبجكت وده يعتبر فيرتشوال اوبجكت اللي هي الايمج، فالايمج هي مش سورس حقيقي فبنعتبرها فيرتشوال اوبجكت. بص معايا، لو في عندك لايت اهو خرج من الريل سورس راح خبط في ايه في سكرين، خبط عند النقطه بي، وري تاني خبط في المرايه خلاص، لما خبط في المرايه اتعكس وصعد. اكشوالي ممكن نعتبر ان اللايت ده خارج من الايمج، عشان كده بنسميه فيرتشوال ايمج. فكما لو كان، كما لو كان مش حقيقه بس كما لو كان ان عندك تو ريز، واحد خرج من الاس والتاني خرج من الاس داش، اتقابلوا عند نقطه فهيحصل بينهم انترفيرنس. فدي طريقه انك انت بتعمل انترفيرنس باستخدام سورس واحد سورس، وانت بس محتاج فلات ميرور. هناخد الاكزامبل ده ونقص بس نشوف اللي بعديه. طيب هنقف عند كده، هنأجل. انا عايز اقسم الليكشر دي الى، لان احنا طبعا مش عايز اخلص الكورس بدري فهنبطئ شويه السرعه، فهنأجل بقى الابلكيشنز بتاعت الانترفيرنس اللي هي يانجز دبل سلت اكسبيرمنت والثين فيلم والاوبتيكال ويدج ونيوتن رينجز ان شاء الله المره اللي جايه. فتعال نشوف الاكزامبل ده ونقف عنده. The next figure shows a radio wave transmitter and a receiver separated by distance L. دي عارفين ابراج الموبايل، فده ترانسميتر بيترانسميت سيجنال وده ريسيفر اللي بيستقبل الايه السيجنال. فممكن في عندك ويف ماشيه دايركت في الهواء مشيت المسافه دي، ويف ثانيه خبطت في الارض واتعكست برضو استقبلها الايه الريسيفر. The receiver can receive signal both directly from the transmitter and indirect from signal that reflects from ground. ودي كي refractive index بتاع ground 1.8 قالك determine the longest wavelength that interfere destructively. عايز أطول طول موجي عشان يحصل interference destructive. أنا عايز بس حد يقول لي البداية، مش عايزك تقول لي حل المسألة، يعني أفكر في حل المسألة إزاي. يعني المطلوب الـ longest wavelength اللي المناظر لـ destructive interference. كما لو كان المسألة عايزة إيه عشان أحل المسألة، مطلوب أجيب إيه عشان أحل المسألة. باشمهندسين هو هنا يا دكتور ممكن اقول ان هو عايز اطول طول موجي، فاقول استخدم القانون لاندا ايكوال 2 ال على ان واعوض عن الان ب 1. لا لا خالص، اول حاجه القانون 2 ال على ان ده خاص بالستريشن سترينج اساسا، فانت قلت حاجه كارثه، استخدمت قانون صح في مكان غلط. لاندا ايكوال 2 ال على ان ده قانون الهارمونكس في ستريشن سترينج، ده ستريشن سترينج يا راجل. طيب ثم انت برضو انا ما قلتش حليت السؤال، انا قلت لك ايه المطلوب ان انا لو جبته حليت السؤال. يا جماعه بكل بساطه مش احنا لسه واخدين شروط الديستركتيف ان تيرمز اوف الباث ديفرنس او الفيس ديفرنس، فانا لو جبت الباث ديفرنس فرق المسار بين تو ريز وسويته بالشرط بتاع ام بلس هاف لامدا كده جبت شرط الديستركتيف، بعد كده اجيب اطول طول موجي بس. يبقى هي دي طريقه التفكير الهندسي، عشان انت لما تقف يعني هي طريقه التفكير وعايز يجيب ايه اطول طول موجي بيعمل لي ديستركتيف. طيب يبقى انا اجيب الباث ديفرنس واسويه بالكونديشن بتاع الديستركتيف، بعد كده اشوف اطول طول موجي يحصل امتى. بس الباث ديفرنس اللي هو ايه؟ طبعا عشان الاثنين هنا ماشيين في الهواء يبقى الباث ديفرنس هو نفسه الاوبتيكال، اسف الجيومتريكال باث هو نفسه الاوبتيكال باث، الاثنين ماشيين في الهواء
احنا قلنا الاثنين بيساوي بعض لما يكون ماشيين في الهواء. وبالتالي الباث ديفرنس اللي هو الطول ده اللي هو البايثاغورس لو سميت ده اتش ولو افترضت النقطه دي في النص يبقى دي على الاثنين، اقدر اجيب الطول ده لو سميته مثلا اكس مثلا وده اكس يبقى اكس بلس اكس ماينس دي 2x ماينس دي، ده الاوبتيكال باث ديفرنس. بس كده؟ لا، في حاجه ثانيه. ايه الحاجه الثانيه؟ خلي بالك هنا حصل ريفليكشن، ده ريفليكشن، والريفليكشن بيضيف كمان باث ديفرنس او فيس ديفرنس ثانيين اللي هما ايه؟ هنا الويف ساقطه من لو دنسر من هوا للجراوند 1.8، وبالتالي ريفليكتد مع الانسنت في كمان فيس ديفرنس باي او باث ديفرنس لامدا على الاثنين، يعني كمان هتضاف عندي لامدا على الاثنين بسبب الريفليكشن. يعني هنا في سببين عملوا لي باث ديفرنس. السبب الاولاني واحد مش مسافه اطول من الثاني اللي هي واضحه من الرسم اللي هي هتبقى 2x ماينس دي، لو 2x ايكوال دي يبقى الباث ديفرنس بصفر. والسبب الثاني ان في واحد حصل له ريفليكشن والثاني ما حصلوش ريفليكشن، اللي مش دايركت ما حصلوش ريفليكشن، اما اللي خبط واتعكس حصل له ريفليكشن، فهيضيف كمان باث ديفرنس لامدا على 2. دي بس النقطه المهمه. فالباث ديفرنس التوتال باث ديفرنس الناتج عن ان واحد مش مسافه اطول من الثاني والناتج عن ان واحد حصل له ريفليكشن والثاني ما حصلوش ريفليكشن هي 2x ماينس دي، ده العادي، ده العادي. وماينس، طب واحد يقول لي ماينس او بلس مش تفرق، ماينس او بلس مش فارقه، مش هيدي مش هيدي الواو يعني، ماينس او بلس لامدا على 2. اوكي طيب، يبقى دي بسبب الايه؟ الريفليكشن اللي هي باي او لامدا على 2. هساوي ده بقى بكونديشن بتاع الانترفيرنس، ديستركتيف انترفيرنس، هساوي الكلام ده ب ام بلس هاف في لامدا 2، يبقى هساوي 2x ماينس دي. طيب دايما دي بعت الاختصارات بقت كده، انا اقدر اجيب اكس من الجيومتري، اكس تبقى ايه؟ هو جاب لامدا في وان سايد، بعد كده قال لك اللونجست ويف لينث من القانون ده، يبقى اطول طول موجي بيحصل امتى؟ لما الام بيساوي صفر، ما ام بتبدا من زيرو، لو ام بيساوي واحد يبقى الطول موجي هيقل، يبقى اطول طول موجي عند ام ايكوال زيرو، يبقى طول موجي هو 2 اكس ماينس دي، انت بس محتاج اكس، هجيبها بايثاغورس اللي هي اتش سكوير بلس دي، يعني لو طبعا دي ارقام تبقى الموضوع سهل، لو هجي لك حاجه زي كده في امتحانات ما بحبش موضوع الرموز، فالارقام تبقى اسهل، هتعرف تجيب الاكس برقم بس هو بيها، هو ده اطول طول موجي. هي بس هي فكره السؤال، احنا جايبين السؤال ده بس عشان الحته دي، ان فرق المسار توتال باث ديفرنس بسبب بيجي عن حاجتين، ان واحد مشي مسافه اطول من الثاني، واحد مشي دي والثاني مشي 2x، والحاجه الثانيه ان في واحد حصل له ريفليكشن، برضه ريفليكشن وكمان بيجنريت او بيكرييت باث ديفرنس، ده اللي احنا خدناه من شويه. هنقف لغايه كده ان شاء الله، نكمل المره الجايه ان شاء الله، بس المره الجايه يوم خميس ان شاء الله الصبح هبقى ان شاء الله متواجد عند ظرف، ابقى مسافر في 6 اكتوبر، فغالبا صعب ان انا ارجع ان شاء الله في ميعاد الليكشر، فهل ممكن اخدها بالليل ان شاء الله؟ تمام ماشي. تحبوا 9 ولا 10؟ 9. اوكي ان شاء الله، خلاص يبقى انا هسكادول الميتنج ان شاء الله بس الخميس ده بس، عشان هيبقى ان شاء الله غالبا صعب ان انا ارجع قبل الساعه 12:30، وحتى لو رجعت قبل 12:30 هبقى تعبان يعني، فعشان يبقى ايه اعرف اديكم الليكشر وانا مرتاح يعني. طيب بعد الشغل ممكن تبعت لنا السلايدز؟ اكيد طبعا. كويس اوكي طبعا. اوكي يا باشمهندس. شكرا يا جماعه واشكركم على الحضور، ما شاء الله انتوا النهارده صراحه ضربتوا رقم قياسي في الحضور 2. يعني انا بتعب على 2 فده رقم انا خايف والله بعد كده ادخل على ما لاقيش حد. صراحه بس برضه هدي المحاضره عادي جدا، بس بصراحه مش ساعتها مش هسجلها. هدي المحاضره عشان ضميري. مش هسجلها. اوكي يا جماعه السلام عليكم. عليكم السلام.